السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الأعزاء في كل مكان، يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة إن شاء الله أعمل لكم ريفيو عن كتاب قطر الندى لتالتة ابتدائي الترم الثاني أو الفصل الدراسي الثاني 2023. تمام كده. طبعا إن شاء الله النهاردة هعرض لكم كل حاجة في الكتب معانا، مادة اللغة العربية، مادة اللغة الإنجليزية، مادة الرياضيات، ونشوف إيه التغييرات اللي حصلت في الكتب، لأن طبعا الكتب شكلها مختلف تماما عن الترم الاول وعن السنوات اللي قبل كده، لان هما قطر الندى بصراحه عملوا حاجات جميله جدا في الكتاب. كغلاف اول حاجه، يعني غلاف ملمسه بقى ناعم وجميل احسن من الاول بكتير قوي، ماشي. نسبه الالوان بقت عاليه جدا، وبقت يعني الوان جذابه قوي بالنسبه لطفل. وزودوا التدريبات طبعا شويه، بالنسبه للتدريبات برضو والانشطه اللي فيه زودوها شويه، ماشي. بتزودوا قطع فهم قرائي او القطع اللي هي القراءة المتحررة زي هنا كده، عشان يدربوا الاولاد بقى على ايه نظام الاختبارات كده ويجهزوهم كده للرابعة. دي طبعا كتب تالتة، ومراجعة طبعا بعد كل موضوع، يعني هنا الموضوع التاني مراجعة الموضوع التاني. وفي في نهاية الكتاب طبعا بعد القصة هنلاقي ايه تدريبات كتير، خلاص تقييمات اهي كذا تقييم وأنشطة عامة على ما سبق دراسته. ده في نهاية الكتاب خالص، خلاص كده يبقى ده كده كتاب اللغة العربية. طبعا أنا بوريكم عشان يبقى عندكم خلفية عن الكتاب، تشوفوه لو حابين تشتروه. طبعا اللمعة اللي في الكتاب والألوان دي طبيعية يعني حقيقية، يمكن التصوير ظالمها شوية، لكن أهو زي ما انتوا شايفين كتب جودتها بقت أحسن، وكمان الكتب بقت متينة وبقت بالحجم الكبير، يعني الاول كانت بالحجم الصغير كده، فطبعا دلوقتي زودوا في الحجم كبر الكتب. طب لما نيجي نشوف كده محتويات منهج اللغة العربية لثالثة ابتدائي الترم الثاني برضو عشان تطمنوا برضو، معانا هنا محورين، المحور الثالث والمحور الرابع، كل محور فيه ثلاث موضوعات، الموضوع الاول، الموضوع الثاني، الموضوع الثالث. ومعانا طبعا بيبقى قصة استماع هنا اهو، لعبة الكنز، ونقص قراءة، قصة الغابة المتحجرة، والإملاء مدينا الحروف المتشابهة نطقا، يعني بيراجع معانا كله أهو نفس الكلام بتاع أولى وتانية، بيراجع برضو في تالتة، ماشي. عندنا نشيد الأرض، أساليب التركيب، أسلوب الاستفهام، والتعبير الكتابي بقى كتابة فقرة معلوماتية، وبعد كده مراجعة على الموضوع الأول كله. طيب الموضوع التاني عبارة عن برضو قصة استماع، نص قراءة، نص معلوماتي، تعبير كتابي، ومعانا أساليب وتركيب أنواع الفعل. خلاص الموضوع الثالث برضو قصة استماع، اختراع عجيب، ونص القراءة، قصة صندوق الذكريات، ومعانا من الإملاء برضو مدينا الهمزة المتطرفة بعد ألف المد، ماشي. وبعد كده أساليب التركيب، أنواع الاسم، ونص معلوماتي، العصور الذهبية، وعندنا أساليب التركيب، الجملة الإسمية، والتعبير الكتابي عبارة عن كتابة إعلان. طب تمام، هنكمل عشان لو حابين تعرفوا إيه هي كل الأساليب والتركيب اللي مع الأولاد في ثالثة. نشوف هنا برضو معانا، يعني كل موضوع هنلاقي فيه زي ما قلنا قصة استماع وقصة اللي هي نص قراءة او نص معلوماتي، وفي عندنا نشيدين، يعني كل محور فيه نشيد واحد بس، نشيد الارض في المحور الثالث، ونشيد اصحاب المهن في المحور الرابع. خلاص يا حلوين. طيب برضو باقي الموضوعات لحد النهاية قصة استماع، نص قراءة، نص معلوماتي، وعندنا نوع من انواع التعبير الكتابي، كتابة فكرة لاقتراح حل هنا، وهنا معانا الموضوع التعبير، كتابة رأي. خلاص كده. طيب بالنسبة للأساليب والتركيب برضو معانا جذر الكلمة أو أصل الكلمة، أسماء الإشارة، ماشي، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب، وبعد كده مراجعات بقى على كل الإيه كل ما سبق. خلاص كده، ده كده اللغة العربية. طيب اللغة الإنجليزية برضو هنلاقي ان هو برضو غير برضو في شكل الكتاب وحجمه زي ما احنا شايفين، وبالنسبة برضو للسعر عشان الناس اللي بتسألني على السعر قبل ما انسى، اهو 64. كل كتاب بقى يباع منفصل، الاول كان ايه، كان العربي والدراسات مع بعض، وكان الرياضة والانجليزي مع بعض، دلوقتي ده طبعا بالنسبة للرابعة، انما دلوقتي فصلوا كل كتاب منفصل، يعني لو حابين تروحوا تشتروا كتاب واحد بس ممكن عادي مسموح بيه يعني، ماشي حلوين. طيب ده اللغة الإنجليزية برضو نفس الألوان، الألوان جذابة وحلوة، مش عارفة في مشكلة في التصوير ليه بتان،
بس الالوان فعلا هي جميله قوي، يعني من قريب اجمل من التصوير بكتير. خلاص، او كل اللغه الانجليزيه او الكتاب متين والورق بتاعه كويس، النسخه نفسها يعني الورق بتاعه من نفسه ناعم، ودرجة البياض بتاعته حلوة جدا وألوانه جذابة تشد أي طفل. هنشوف كده بيبدأ لنا ازاي. اهو أول حاجة فوكابلري، بيجيب لنا كلمات كده مصورة بالشكل ده، وبعدها طبعا بيشرح لنا اللانجوج اللي معانا هنا أو اللي هي القواعد اللي معانا. خلاص بالشكل ده. دي طبعا كل دي اكتيفيتي ومراجعات، يعني هنا مثلا بعدها طبعا هنلاقي ليسون 1. طب هنا ليسون 2 مثلا بيجيب لنا برضو الفوكابلري اللي هي الكلمات، وبعد كده القواعد الموجودة او الافعال الموجودة معانا، وبعد كده بيجيب هنا اهو تدريبات، وهنا برضو تدريبات، وهنا اهو ري ارينج ولوك اند رايت فاكتويت، ماشي، علامات الترقيم وكده. ليسون 3 برضو بنفس الطريقة بيجيب الكلمات مصورة، ماشي، وبعد كده يجيب لنا الاساليب والقواعد الموجوده وتدريبات عليها اللي هي اكتيفيتي، وهنا كمان تدريبات اهي. خلاص كده، يبقى ده كده كتاب ثالثه، يبقى كله ماشي بنفس الطريقه اللغه الانجليزيه. يعني الكتاب حلو بصراحه، ممتاز جدا، وسعره طبعا مناسب لينا، سعره مش غالي قوي. طيب هنا كتاب الرياضيات برضو بنفس الطريقه، برضو نفس الجمال بتاع الورق، الورق الناصع الابيض ده، ونعومة الورق برضو والألوان الجذابة، وتدريبات كتيرة، يعني زودوا التدريبات شوية عن السنوات اللي فاتت طبعا، ماشي، وزودوا قطع القراءة المتحررة، وزودوا حاجات كتيرة في الكتاب بصراحة ما شاء الله. يعني الكتب الترم ده مختلفة تماما عن كتب الترم الأول. تمام، أتمنى يكون الريفيو عجبكم، وأتمنى أكون أفدتكم، وبرضو أي كتاب حابين أصوره اكتبولي في الكومنتس وهحاول أصوره لكم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع لديه الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.